خير وفي مصر ان شاء الله، والخير جاي جديد في مصر. واتمنى ان احنا كلنا نبقى نسيج واحد، وكلنا حاطين ايدينا في ايدين بعض بحب وترابط باذن الله. الاتحاد والمشاريع العملاقه السيد الوزير محافظ جنوبي اللي افاد عليها فعلا كبيره، واللي جاي اكثر من امس، يعني المستقبل اكثر من الماضي ان شاء الله. والف مبروك. تتواصل احتفالات المحافظة بالعيد القومي 28، وهو عيد رفع العلم على طابة، تحرير آخر جزء من أرضنا، وده يدل على شيء، يدل على أننا لا نفرط إطلاقا، والدولة القوات المسلحة لا تفرط إطلاقا في أي شيء. يعني بالأمس القريب رفعنا العلم على مدينة طابة ذكرى، و بس روح ولاء وانتماء لابنائنا والشعب المحافظه بالكامل يعي هذه الذكرى العطره. النهارده بنحتفل بوضع جديد الظهور على قبر الجندي المجهود، وتتواصل الاحتفالات باذن الله. هناك عرض عسكري وعرض رياضي وعرض شبابي في استاد مدينه الدور اليوم بعد ساعه بالظبط. دي كلها حاجات تنم على ان لازم ولادنا ولازم اطفالنا في المدارس وفي الجامعات لازم يعرفوا يعني هذه المناسبة ويحتفلوا معانا، والمساعدة تبقى المنقوشة في أذهانهم على طول مدى الحياة. عشان كده احنا بنصر على هذه الافتتاحات وهذه الاحتفالات. ثم احنا تتوالى بقى افتتاحات حتى 30 مارس، الاحتفالات مستمرة والافتتاحات أيضا مستمرة حتى 30 مارس. هنوزع وحدات سكنية، هنفتتح محطات تحلية، هنفتتح ابار تحليه، هنفتتح مشروعات عملاقه. بالامس القريب فتحنا في نويبع مدرسه ومركز ومنتجع لل